السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطار في الجزائر، أمطار رعدية غزيرة بداية من منتصف النهار على هذه الولايات. اليوم الاثنين 21 أوت 2023. أتمنى من أخواتي وضع اللايك والاشتراك فضلا وليس أمر. نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة 9 ليلا، وتتعلق الولايات المعنية بكل من سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قلمة، إنصالة، حدرار، إنقزام، برج، بيجي مختار، وتمنريست.